السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم يا أحباب؟ أتمنى يا رب تكونوا بخير. أهلا ومرحبا بكم بلقاء متميز في برنامج مايكروسوفت باوربوينت. طبعا الفكرة بهذا اليوم راح نقدمها هي ليست العناصر يلي منعتاد على رسمها، هي عناصر الجرافيك، هي سواء الإطارات أو سواء الأشكال والألوان وحتى الانيميشن أو التحريك أو ما شبه ذلك. لا، الموضوع اليوم هو مختلف تماما. إذا حابين أن يقدم شروحات وأستكمل عن كيفية تصميم هذه الأشكال ومبادئ الإضاءة بهذه الأشكال، شاركوا معي بالتعليقات، حتما رح نلبيكم. لكن هي فكرة اليوم هي الخلفية، كيف ممكن نعمل دمج بهذه الجمالية لأشكال الخلفية يلي بنستخدمها في تصاميمنا عبر برنامج مايكروسوفت باوربوينت. سواء حبينا نحتفظ بهذه الصوريات مع بعض العبارات ونخرجها من البرنامج كصور جي بي جي نحتفظ فيها ونشاركها للأصدقاء، أو هي تكون ضمن تصميم العروض التقديمية لتعطي طابع أكثر جمالية واحترافية لتصاميمنا ضمن هذا البرنامج. قبل ما نبدأ تكرما ضغط مفتاح اللايك وترك التعليقات وتعمل مشاركة، ويلا مع بعض حتى نتوجه إلى لقاء متميز واحترافي وإبداعي في برنامج مايكروسوفت باوربوينت. اهلا ومرحبا بكم اصدقائي مره تانية. مثل ما انا شايفين لقاءنا اليوم سريع، لاني المهاره بصراحه تليق بحضراتكم من يقدم لكم اياها بهذا اليوم بالذات. طيب كيف ممكن نحن نتقن ادوات دمج الاشكال ودمج الصوريات ونحن بنعرف ان هذه الامكانيات من ضمن برنامج ادوبي فوتوشوب؟ يا هل ترى ممكن من خلال برنامج الباوربوينت نطلع هيك تصاميم وهيك انواع للدمج؟ هذا رح نشوفه بهذا اللقاء. خلينا نتوجه الى فايل وبنختار نيو وبنختار عرض تقديمي فارغ، انقر باليمين وبختار من تخطيط تخطيط فارغ. راح اتوجه الى انسرت ومن بيكتشر اللي هي صور ذيس ديفايس، من هذا الجهاز راح نقوم بتحديد صورة. انا كنت محضر بعض الصور، هذه الصورة، وانقر على مفتاح الادراج. لكيفية الحصول على مثل هذه الصوريات اللي بتساعدك بانتاج الشيء الجميل لحضرتك، راح اترك لك في صندوق الوصف هذه الروابط حتى انت تستعين فيها، تمام، وتبدأ بتصاميمك. وبعد ما قمت بادراج الصورة راح نتوجه الى قائمة الفورمات، ومن جروب راح نختار بنسبة 16:9 وانقر باي مكان حتى ناخذ الصورة بهذه الابعاد. بسحب على الزاوية وبنقر على المقبض ايضا وبسحب على الزاوية المقابلة. بعد ما قمنا ضبط الصورة بالخلفية راح اتوجه الى انسيرت اي ادراج وبنختار الصورة الثانية اللي هي صورة السكة الحديدية. خلنا نصغرها بعد النقر عليها. بنلاحظ اثناء النقر والسحب او التصغير والتكبير الصورة بتصير شفافة، فيمكن تحكيمها ووضعها بما يتناسب مع الصورة بالخلفية، تمام. طيب اسحبها لهون، كمان بنقر مع التصغير والتكبير. لاحظ الان يمكن يعني صورة العدسة مبينة، فيمكن وضع الصورة في المكان المناسب. بعد ما ضبطناها بالمكان المناسب خلني اعمل اول شيء ديبليكيت اي تكرار، بجي الى الصورة او الشريحة الثانية وراح ابدا بالعمل على الشكل التالي. طيب راح اتوجه الى انسيرت ومن اشكال خلني اختار عندي هذا الشكل وبنقر مع السحب لحتى ارسم هذا الشكل. بضع النقطة الاولى هون والتانية بتكون عندي بالاخير. طيب انا بختار الالو بدون حواف رسم او بدون خط رسم وانقر باليمين وبتوجه الى تحرير النقاط. راح اسحب هذه النقطة على مساواة او موازاة السكة الحديدية، تمام، بهذا الشكل، وبرجع بختار النقطة التانية مقابلة بنفس الطريقة تماما، احباب القلب، بهذا الشكل، تمام. الان بحدد الصورة، طبعا صورة السكة الحديدية الاصلية، اضغط مفتاح شيفت وانقر على الشكل وبتوجه الى قائمة فورمات ومن دمج الاشكال بنختار تقاطع حتى يعطيني الان هذا الشكل مثل ما انا شايفين بالضبط يا اصدقاء. خلني ارجع الى الشريحة رقم 1 وراح نفعل جزء التحديد واقوم باخفاء الصورة الثانية، هذه هي الصورة، خلني اقوم باخفائها بداية. بتوجه الى انسيرت، بتوجه الى شيبس هي اشكال، وبختار شكل بيضاوي وبنقر مع السحب لحتى ارسم شكل بيضاوي على قدر مساحة العدسة بالضبط، يعني بهذا الشكل تماما، وما بس اخذ له يعني بدون خط رسم. هلا خلني ارجع اظهر الصوره مره تانية بهذا الشكل. احدد الصوره اللي هي تعيت السكه الخاصه بالسكه، اضغط مفتاح الشيفت وبحدد الشكل الدائري، ونفس المبدا من فورمات ومن دمج الاشكال بنختار تقاطع. خلني اعمل كنترول زائد اكس يعني قص لهذه الصوره، وانا اقوم بلصقها بنفس المكان لحتى احصل على نتيجه غايه بالجماليه، وهذه هي الخدع بالدمج. بحدد الصورة الأولى مفتاح الكنترول والصورة الثانية وبتوجه إلى قائمة الفورمات ومن كلر ممكن أنا أعيد التلوين لحتى يكون محاكي تماما إلى أو أي فلتر لوني أنا أختاره بحيث يكون
قريب إلى مثل ما منقول لون الخلفية أو ألوان العائلة بهذه الخلفية. خلني أختار وليكون عندي هذه الألوان. طيب نسكر موضوع السيلكشن، ما ضليت أنا محتاجه. خلني أختار شريحة جديدة، هذه نيو سلايد، وبتوجه إلى إنسيرت وبيكتشر، وبختار ذيس ديفايس، عفوا أخطأت، ذيس ديفايس، وبنختار الصورة اللي فيها الشخصية وأنقر على مفتاح الإدراج. كلام جميل لحد الآن. رح أحدد الصورة وبختار ريموف باك جراوند، أي إزالة الخلفية. إزالة الخلفية رح أخذ إشارة النقطة، النقاط الموجبة، لأن في عندي هون بعض النقاط يعني هي رايحة، رح أقوم بتظليلها أو بتمرير المشير عليها بهذا الشكل لحتى البرنامج يحتسب لي إياها بالإظهار. عندي أيضا هون هذا المكان منقوم كلياته بتظليلهم لحتى يتم يعني موضوع التفريغ بشكل جميل. وبختار إشارة الناقص تمام لحتى أنا أحدد على هذه الأماكن يلي أنا ماني محتاجها تظهر معي بالصورة. خلني أختار كمان هون تمام، وبرجع بختار الموجب. الأمر ربما يعذب بعض الشيء فقط لا غير، بس يلي انتهيت أضغط على مفتاح Keep Changes أي احتفاظ بالتغيرات. خلني أحدد، بتوجه إلى Group وأقص كل المساحات يلي أنا ماني محتاجها بالصورة يا أصدقاء، مثلا بهذا الشكل. ممتاز. أنقر بأي مكان خارجي ما عندي مشكلة فيها. أقوم بقص الصورة Ctrl زائد X، وبرجع لهون وأختار Ctrl زائد V تمام. طيب وبضع الصورة بأي مكان، ولا يكون عندي مثلا بهذا المكان، أو أني أصغرها شوي تكون مثلا في مدخل الكاميرا، لا بأس بالموضوع. خلني أقوم بإزالة الشريحة الفارغة والشريحة الأولى أيضا ماني محتاجة. الآن راح أنقر باليمين وبتوجه إلى Format Picture أي تنسيخ الصورة، وبختار من Shadow اللي هي الظل، وفي عندي أنماط الظل، ولا يكون عندي مثلا ظل للأسفل أو ظل للأمام يكون هذا هو الظل. نقلل موضوع الشفافية لحتى الظل يكون واضح معانا، وأيضا البلور إذا حبيت أني أنا أزيده شوي أو أني أقلله شوي فيك تتحكم موضوع الظل. وعندك المسافة فينا كمان نمدها شوي بحيث الظل يكون واضح معانا. صف عندي الآن موضوع الإضاءة بالخلفية، يعني خلف الشخصية يكون عندي الإضاءة تمام اللي هي على أساسها نحكم معي الظل. خلني أتوجه إلى Insert اللي هي إدراج، ومنختار الشكل دائري، أضغط مفتاح الشيفت وبنقر مع السحب، بختار الألو بدون إطار رسم تمام. ومنتوجه إلى التأثيرات التعبئة، ومنختار من فيل تعبئة Gradient Fill أي تعبئة متدرجة، وخلني أختار لونين. اللون الأول خلي يكون عندي باللون الأبيض، واللون الثاني خلي يكون عندي مثلا هيدي يعني اختيار لون او اداه قطاره الالوان يكون عندي مثلا من هذا اللون، يعني قريب من هذا اللون. اللون الثاني وبختار يكون عندي نوع باث او مسار. طيب اللون الاخير اللي هو الخارجي راح اختار يكون عندي شفاف بنسبه 100%، واللون الابيض بقلله في الشفافيه بعض الشيء لحتى احصل فقط على الاضاءه، وبنقر مع السحب حتى ارسله على هذا المكان، مزيد المساحه شوي تمام. طيب وخلني اعطاه هون كمان send to back اي ارسال الى خلف الشخصيه. موضوع اللون الابيض فينا الان نحن نعطيه يعني اظهار اكثر لحتى يبرز معنا موضوع الاضاءه. لاحظ الان هذه موضوع الاضاءه لنضبطها بهذا المكان تمام، واخذ الشخصيه بحيث يكون الظل يعني منطقي نوعا ما. الان لحفظ الصوره بختار Ctrl زائد A يعني تحديد كل العناصر، وانقر باليمين وبختار جروب وبضمنهم كجروب واحد كاملا. برجع بنقر باليمين وبختار Save as Picture يعني احفظ لي كل هذا الجروب كصوره واحده، وبختار مسار وليكون سطح المكتب ونكتب على سبيل المثال صوره تمام، واضغط على المفتاح الانتر. خلنا نشوف الصورة اللي احنا قمنا الان بتخريجها، هذه الصورة يلي قمنا الان بانشائها من خلال برنامج باوربوينت فقط لا غير. اتمنى ان شاء الله اكون بهذا اللقاء البسيط والسريع قدمت لحضراتكم شيء جميل ونافع ولا يكفيكم كالمعتاد. فاذا كنتم حابين اني اقدم شروحات يعني مثل التصاميم اللي شفناها الاضاءة في بداية هذا اللقاء فشاركوا معي بالتعليقات، حتما راح ألبيكم ان شاء الله. واذا كنت مهتم في انك تحضر كورس تعليمي او انك تستفاد من هذه الملفات الجاهزة او انك تطلب اي عرض تقديمي لمشروع معين، ممكن من خلال خدمة الانتساب نوفر لك كل هذه الاحتياجات وكل هذه المزايا. اترككم برعاية الله والقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.